أنهى الحشد الشعبي عملية تطهير واسعة لعدد من مناطق صحراء الأنبار الغربية وفق أهداف مرسومة والتي تكللت بالنجاح والتعاون الاستخباري مع ساكني تلك المناطق. وقال قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أنه بحسب معلومات استخبارية دقيقة تم إعداد عملية تطهير واسعة شملت مناطق أمتينا والعواجي وخيريجة، حيث تم تفتيشها بالكامل وتم تأمين تلك المناطق.